والله يعني ربنا يكون في عون جمهور الاسماعيلي. جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم وجمهور عاشق لفرقته وجمهور دايما ورا فرقته، وشايفين يعني الالم اللي موجود عند الناس. ناس مش مصدقه نفسها بتلعب على ملعبك في وسط جمهورك وماسك الماتش 90 دقيقه، ماسك الماتش، ضيع ضربه جزاء، في حاجه غلط، في حاجه غلط. معايا كابتن محمد اليماني نجم الاسماعيلي طبعا السابق، عايز اكلمه الاول على الاسماعيلي قبل ما نتكلم على قطاعات الناشئين. يماني مساء الخير. مساء الفل يا حسام. طيب وانت طيب يا حبيبي. ايه اللي بيحصل في الاسماعيلي؟ يعني الاسماعيلي كسب ماتشين ورا بعض، النهارده سوء حظ كبير جدا، يعني تحس ما فيش توفيق. بس ده وارد يا ميدو، يعني انت ده وارد. لو كنت ماشي وحش قوي بعد كده الحمد لله بدات تفك، كسبت ماتشين برده توفيق من ربنا، الاهداف اللي حصلت دي والاداء كان كويس. ده وارد انك تخسر النهارده، ايه المشكله؟ يعني ماشي هو في سوء توفيق، يعني جالك ضربه جزاء ما دخلتش، كانت ممكن ترجعك للمباراه، خسرت 2-0، تطلع بنقطه على الاقل. ما انا بتكلم في كده، بس هو في النهارده عادي، يعني وارد سوء توفيق. بس انت شايف عادي، انت شايف شايف لازم عشان تفوقك، يعني دي حاجه عشان تفوقك اكتر، بدل ما الناس تفتكر انها تفضل ماشيه ماشيه ماشيه. لا، ما انت لازم في حاجه كده. بس المشكله يا ماني ان ساعات الهزيمه بالشكل ده بتدخلك في دوامه، ما هي دي المشكله. هي ممكن تفوقك وممكن تدخلك في دوامه، تروح واخد لك 3 4 ماتشات ورا. ده صح، ده كلام مظبوط، لان احنا اصلا كنا محتاجين الماتش ده قوي. الماتش ده والماتش اللي بعديه كنا بعد كده نخش في فار الامان شويه. ان احنا اصلا كنا في قاع الدوري. دلوقتي احنا 13 او سوري انا اسف، احنا تحتينا 2، فالموضوع دلوقتي اتصعب بالنسبه لنا، انك خسرت 3 بونت على ارضك كمان، يعني دي مش سهله. طب انت شايف، طب انت اللعيبه تاخد ثقه ثاني في نفسها يبقى صعب يا ميدو. طب انت شايف الكابتن حمد ابراهيم المفروض يعمل ايه عشان يطلع اللعيبه من الحاله النفسيه دي؟ النهارده ماتش انا عارف بيبقى صعب على اللعيبه، صعب على المدرب، لان انت ماسك كوره وبتلعب فريق كبير، لكن اقل حاجه تطلع بنقطه، اقل حاجه. فانك تتغلب على ملعبك انا عارف هيبقى فيه احباط كبير جدا. انت شايف كابتن حمد المفروض يعمل ايه؟ شايف اللي احنا كان بيحصل فينا يا ميدو في اي موقف زي ده، المدير الفني او المدرب العام كان بيعاملنا وبيسبورت لينا وبيشجعنا، لازم يشجعنا ويحفزنا، يدعمك، ما لازم يدعمك. لو ما دعمكش وقعد ينتقدك مش تديله حاجه المباراه الجايه، المباراه الثانيه هتبقى انت اسوء من دي. لا، لازم ادعمك واطلع احسن حاجه فيك. ده الطبيعي اللي واظهر النقاط الايجابيه اللي ظهرت النهارده. بالظبط، ده المدير الفني الفاهم. لو المدير الفني بقى مش فاهم وعايز يفرض اسلوبه خلاص، لا هيتعامل مش كده. بس انا على ما اعتقد كابتن حمد فاهم واسلوبه كويس وبيعرف يعمل لعيبه كويس. تخيل الاسماعيلي ما جابش ولا جون على ملعبه الموسم ده، صعب قوي. ولا يعني بس العيب فين يا مان؟ انت راجل كنت مهاجم، العيب فين؟ المهاجمين ايه يعني؟ ميدو انت بتلعب بمهاجم مش مهاجم، الشامي مش مهاجم. حتى لو مش مهاجم ماشي، بس هو جاب جون يعني ماشي، انا معاك. بس القصه كلها انت اصلا تخليت على الناس المهاجمين بتوعك. في يا ميدو انا بقول لك في ناس في الناشئين، في الناشئين انا شفتهم بعيني، واحد اسمه زيزو 2001 مهاجم مهاجم، وحازم مرسي بيلعبوا فراوده كويسين على فكره، دول ياخدوا فرصه بس مش اكتر من كده. في وعلى الاقل هيلعبوا بروح النادي وروح النادي وروح يا كابتن ميدو، دول متربيين في النادي، دول عايزين النادي دايما كويس. ما تجيبش اي يعني ما تجيبليش اي حد من بره او اي حد اجنبي وتقول له على فيرود يبقى كويس معاك، او لازم يبقى مميز قوي يعني. بالظبط.